من متابعتي الأزواق كتير في المشاهدات السينمائية أقدر أقول إن الناس اللي ما بتحبش مشاهد العنف والدموية فعلا هم أقل ناس بيتكلموا عنها بينما الناس اللي بيحبوها بجد وبيستمتعوا بيها هم أكتر ناس بيهاجموها خوفا من إن اللي حواليهم يقولوا إن عندهم نوع من أنواع الخلل النفسي فالمرة الجاية اللي تلاقي حد بيتساءل بحرقة مين في الدنيا بيستمتع بالمشاهد دي قول له أنت يا معلم زودها بقى كمان وقول انك ما بتحبش البورن أحداث فيلم ماندي بتدور سنة 1983 وبتركز على الثنائي ريد ميلر وماندي بلوم ريد وماندي بيحبوا بعض وعايشين مع بعض في بيت معزول قرب بحيرة في منطقة بعيدة عن التحضر وفي يوم من الأيام جيرمايا ساند مدعي النبوة بيشوف ماندي وبيتهوس بيها وبيطلب من أتباعه أنهم يجيبوا هالو وبيعملوا كده فعلا بالاستعانة بعصابة البلاك سكولز وبيسيبوا ريد متكتف وفي حالة ما بين الحياة والموت ولكن راد بيحرر نفسه وبيروح وراهم في طوره انتقام غاضبه جدا فيا ترى نتيجتها هتكون ايه ويا ترى مصير ماندي هيكون ايه <متصفيق> فيلم ماندي اشتهر مؤخرا بوصفه الفيلم الجديد بتاع نيكولاس كيج اللي على غير العاده حلو وده ببساطه لان نيكولاس كيج بقاله سنين طويله جدا بيعمل أفلام كتيرة جدا وكلها فقيرة جدا سواء على المستوى الفني أو التجاري أو الدرامي أو أي حاجة بس قبل ما نقرر مع بعض ما إذا كان الفيلم حلو ولا لأ تعالوا نديله حقه من حيث الوصف والتصنيف فيلم ماندي مش عادي أو بسيط زي الانطباع اللي ممكن يجلنا من الحبكة اللي أنا حكيتها دي فنيا الفيلم غرقان في حالة من التفرد على مستوى التصوير والموسيقى بتخلي تجربة المشاهدة في نقطة الإلتقاء ما بين إنك تبقى عايش فى حياة الهافي ميتل وما بين إنك تبقى عامل دماغ كل كدر مرسوم بصورة شديدة التأنق ومتلون بصورة شديدة التطرف وده خلاها كلها لوحات مش زي اي حاجة شفناها قبل كده سواء في المرات اللي بتبقى شبه الحلم الجميل او المرات اللي بتبقى شبه الكابوس المزعج وموسيقى الرائع الراحل يوهان يوهانسن بتضيف بعد ملحمي لكل الكادرات دي وبرضو بنفس درجة التفاوت في بعض الاحيان بتبقى ملائكية جدا وفي احيان تانية بتبقى شيطانية جدا اما على المستوى الدرامي فالفيلم الفيلم مقسوم نصين النص الاول اغلبه مخصص لتقديم الحبكة والشخصيات بيتخللها مشاهد كتير فنية بزيادة وما بتضيفش كتير للحبكة ودايما بتديلك انطباع ان الفيلم عاوز يقول حاجة غير اللي انت شايفه والمشاهد دي معتمدة بشكل كامل على المتلقي يا اما تلاقي لها معنى يا اما مش هتلاقي لها معنى ولكنك مش هتقدر تنكر قد ايه هي حلوة وقد ايه معمولة بحرفية النص التاني بقى مهرجان عنف ودم والعنف ده رغم ان فعلا نسبته مرتفعة ولكنه مش اسوأ او اصعب حاجة شفتها في حياتي يعني وبرضه متقدم بشكل فريد جدا وبرضه واقف عند نقطة الالتقاء اللي اتكلمنا عنها بتاعة الهيفي ميتل والدماغ دي لحد دلوقتي ما جاوبناش على السؤال البسيط الفيلم حلو ولا لأ او بمعنى ابسط عجبني ولا لا فمن غير لف ودوران الفيلم عجبني وعجبني جدا والعدد كبير من الاسباب السبب الاول هو ان القصه والحبكه واضحين جدا ومترتبين بشكل منطقي هي قصه انتقام عاديه جدا وشبه مئات قصص الانتقام اللي شفناها قبل كده وانا الصراحة عمري ما بزهق او بتعب من قصص الانتقام لو معمولة بشكل كويس السبب التاني اللي خلى الفيلم يعجبني يتعارض نسبيا مع عدم تفضيلي عامة للافلام الفنية وماندي فيلم فني او ارت هاوس بنسبة كبيرة مش لمجرد ان القصة والحبكة بتوعه مترتبين ومنطقيين يبقى فيلم سهل او تجاري زي ما قلت الفيلم فيه عدد كبير من المشاهد الغير مفيدة سواء في بناء الشخصيات او في بناء الحبكه فيه مشاهد طويله جدا وبدون اي اطعاط مخصصه يا اما لحوار غير مباشر يا اما لتفجر مشاعر فيه مشاهد مجنونه جدا لاستعراض اثر بعض المخدرات على بعض الشخصيات وفيه اختيارات غير معهوده في تقديم مشاهد الاكشن والعنف. دي بكل تاكيد مش اكتر مشاهد انا استمتعت بيها خصوصا لما كانت بتبقى اطول من اللازم او بتيجي بشكل متتالي او بتيجي ده غير لو بتيجي لو حد بيقول ان انا برمي كلام شيء. <applause> وعموما المشاهد الفنيه دي بتبقى شخصيه جدا واتصور ان السر فيها بالكامل يسال عنه مخرج الفيلم بانوس كوزماتوس ولكن ما اقدرش اقول ان المشاهد دي كانت مزعجه بالنسبه لي اولا لانها حلوه جدا على مستوى تجربه المشاهده وثانيا لانها ما استهنتش بمشاعر الشخصيات كل الشخصيات مفهومه بشكل كامل وانا عن نفسي وصلني استيعاب تام لكل اهدافها وكل دوافعها وبالتحديد طبعا بطلنا وانتقامه وغضبه وقدراته وده يقودنا للسبب الثالث اللي خلى الفيلم يعجبني وهو الاداءات التمثيليه اداء نيكولاس كيج على فكره لا تطور ولا تغير هو بس اتوظف في مكانه المناسب ومكانه المناسب ده هو فيلم مجنون ابن مجنونه فيلم يستفيد من هيستيريا ردود افعاله ومن تمثيله المبالغ فيه بشكل يميزه هو كمان ومش هو بس لاينس روتش اللي عمل شخصية جيرمايا معدي تجسيد دقيق جدا للشرير المجنون النرجسي اللي مصدق نفسه واختيار توظيفي رائع كمان لان هو ده وش الشر التمانيناتي فلما تتفرج عليه بعيون شخص تحت تأثير المخدرات في مشهد طويل وبدون قطعات باسلوب التصوير المتأنق المتطرف بتاع بانوس كوزماتوز ومدير تصويره بنجامين لوب وموسيقى يوهان يوهانسن حتى لو انت مش فاهم هو بيقول ايه بالظبط بس هتستمتع بيه. ماندي يمكن اعتباره فيلم ماذر بتاع السنه دي، عنده قصه مباشره بس واضح جدا انه شايل حاجات كتير تحتها، يختلف عنه بس في ان رمزياته شخصيه بصوره اكبر وبناء عليه مش واضحه على الاطلاق، ومع ذلك انا طلعت بنظريه مريحاني، ولو الفيلم شجع حضراتكم هيخليكم تعوزوا تفكوا شفرته. وده ممكن يكون ممتع في حد ذاته تقييمي لفيلم ماندي هو 8 من عشرة وتوضيحين مهمين التوضيح الاول المفروض ان هو بقى واضح دلوقتي وهو انه فيلم مش لكل الناس ومش لكل الادواء والتوضيح الثاني ان للمفاجأة في مشهد اضافي بعد تتر النهاية مناقشة الحلقة ايه هو اكتر فيلم عنيف ودموي شفتوه واستمتعتوا بيه ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتس ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وباي باي